أكاديمية أطفال الرمث النموذجية، طلاب الصف الثالث. ها كيفكم يا حبايبي؟ رح نبلش اليوم بالدرس القسمي على 3 و6 و9 و7. بالأول بس خليني أذكركم على السريع أنا وياكم يلا نتسابق بجدول 3 و6 و9 و7، نتسابق نشوف مين أسرع ومين بده يفوز، أو مين بلخبط 3 بـ1، 3 3 بـ2، 6 3 بـ3، 9 3 بـ4، 12 3 بـ5، 15 3 بـ6، 18 3 بـ7، 21 3 بـ8، 24 3 بـ9، 27 3 بـ10، 30 6 بـ1، 6 6 بـ2، 12 6 بـ3، 18 6 بـ4، 24 6 بـ5، 5 30 6 بـ6، 36 6 بـ7، 42 6 بـ8، 48 6 بـ9، 6 54 6 بـ10، 60 9 بـ1، 9 9 بـ2، 18 9 بـ3، 27. مين مثلي شاطر هيك؟ 9 بـ4، 36 9 بـ5، 45 9 بـ6، 54 9 بـ7، 63 9 بـ8، 72 9 بـ9، 81 9 بـ10، 90 7 بـ1، 7 7 بـ2، 14 7 بـ3، 21 7 بـ4، 28 7 بـ5، 35 7 بـ6، 42 7 بـ7، 49. مين مثلي؟ يلا 7 بـ8، 56 7 بـ9، 63 و7 بـ7، 7 بـ10، 70. فبنفوت على الدرس ان شاء الله اللي هي قسمه على 3. قلنا زرعه امجد 18 شجره في 3 ايام. دائما انا قلنا انه بما اني بدي اوزع 18 شجره بدي ازرعهن على 3 ايام متتاليات. قلنا كم شجره زرع في اليوم الواحد؟ يعرف اليوم الواحد يعني انا بدي اجي اشتغل 18 شجره، ما قدرت اشتغل الا على 3 ايام، يعني ال 18 شجره بدي ازرعهن بـ3 ايام. اذا بدي اوزعهن يعني ال 18 هي المقسوم، الثلاث المقسوم عليه، ما هو العدد الذي اذا ضربته بـ3 بعد 18؟ العدد هو 6. احسنتم، اذا هون بحط 6. طب اذا 18 تقسيم 3 نفسه اللي هو العدد اللي بضربه بـ3 بعطي 18 اللي هو كمان 6. اذا ما هو العدد الذي اذا ضربته يعطي 18؟ 6. طب لذلك فان زرعنا 6 شجرات او 6 اشجار في 3 ايام متتاليه. طيب نرجع هون، استنى شوي، خلينا نرجع على جدول الـ6، عفوا على جدول الـ3. فبقول لنا اكمل ما يلي، فهون بتحفظنا جدول الـ3، يعني بيساعدنا جدول الـ3. شو العدد بضربه بـ3 بعطي 9؟ 3. شو العدد بضربه بـ3 بعطي 15؟ 5. شو العدد بضربه بـ3 بعطي 24؟ 8. شو العدد بضربه بـ3 بعطي 6؟ 2. شو العدد بضربه بـ3 بعطي 21؟ 7. مين مثلي؟ يلا 30 بضربه بـ3 بعطي 30؟ 10. حلو. يلا هسه بدنا نفوت على القسمه على 6. طب يا مس، فبقول لنا مع عايدة 42 دينار قررت أن تصرف المبلغ في 6 أيام. إجت هي عايدة فكرت أنا معي 42 دينار بس بدي أوزعهن على 6 أيام بالتساوي، بدي أصرف بـ6 أيام 42 دينار، مش بيوم واحد، على 6 أيام. فبحكي لنا إذا باليوم الواحد كم بدها تصرف؟ يعني باليوم الأول كذا، باليوم الثاني كذا، باليوم الثالث كذا، بالرابع كذا، بالخامس كذا، بالسادس كذا، بس لازم كل المتساويات. طب إذا اللي معرفت إنه يعني إذا باجي بدي أوزع 42 على 6، يعني بدي أقسم، ف42 هي المقسوم، 6 هي المقسوم عليه، إذا 42 تقسيم 6 بيطلع عندي الجواب 7 دنانير بكل يوم. ممتاز. إذا أنا بالأول يوم بدي أصرف 7 دنانير، باليوم الثاني 7، باليوم الثالث 7، 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 بيطلع 42 دينار. طب إذا ما العدد اللي بضربه بـ6 اللي هو 7، وللتحقق 7 ضرب 6 بعطينا 42. طيب نكمل، بدنا نفوت على جدول الـ6. 24 بـ6 عندنا 4، 4 36 بـ6 اللي هي عفوا 36 تقسيم 6 اللي هي 6، العدد بضربه بـ6 بعطينا 30 اللي هو 5، العدد بضربه بـ6 بعطينا 54 اللي هو 9. طيب هسه بنفوت على جدول الـ9. ترى لاحظتوا انه هو الدرس عباره عن تفكيرنا بجداول الضرب ثم يستخدم القسمه، وهي القسمه عكس الضرب. 8 9 مجلات 72 دينار، انت رحت ماما اعطتك 72 دينار، حكت لك روح اشتري من المحل المكتبه 9 مجلات، ماشي؟ او ما حكت لك 9، حكت لك روح جيب ب 72 دينار مجلات. اجيت انت فوت على المكتبه،
اجيت رحت اعطيت لعمو 72 دينار، قلت له بدي مجلات، قال لك بيطلع لك ب 72 دينار 9 مجلات، هو بده يشوفك ذكي. قال لك طب بالمجله الواحده العاد قديش حقها؟ تيجي بدك تقول له اه انت بدك يعني اوزع 72 على 9 مجلات، بدي اشوف كل مجله قديش حقها، يقول 72 هي المقسوم، التسعه هي المقسوم عليه. دائما الدينار اللي عند 72 اللي هي عند المقسوم، انا هذا قلت لكم عنه، دائما هي الناتج، بده يكون الدينار الناتج مش مجله، بده يكون انا قاعد بطلع الدنانير، بطلع الثمن، اذا هو 72 تقسيم 9، العدد اللي بضربه ب 9 بعطيني 72 هو 8، اذا العدد اللي بضربه ب 9 بعطيني 72 هو 8. طيب يا مس، فباجي اذا عندنا 8 دنانير للمجله الواحده، اذا 8 ب 9 72. طيب عفوا 72. طيب رابعا بده يفوتنا على القسمة على السبعة، يعني جدول السبعة انت بدك. طب اجت ماما اعطتك 70 قرش يا محمد، اسمك محمد، اعطتك 70 قرش هون، اجت قالت لك بدك توزع ال 70 قرش على ايام الاسبوع، بس انت ايام الاسبوع كم عندك ايام الاسبوع؟ هذا بدك تحسبه، ايام الاسبوع هن 7 ايام صح؟ طب اجت ماما قالت لك هاي 70 قرش بس، ماما حماما يعني شو بدك تعمل؟ عادي باخذهم بتقبل، ماما اعطتني 70 قرش وقالت لي روحي يا ماما هاي ظروفنا المره هاي الاسبوع هذا اني بس بقدر اعطيك 70 قرش ل7 ايام بالتساوي، كل يوم بدك توزع مبلغ، بدك تصرف مبلغ منهن، يعني خلينا نقول قروش منهن لانه هيك بده يطلع. فانت بدك تفكر تقول عادي انا بدي اساعد ماما وبابا الاسبوع هذا، ما بدي ازعل، بدي اخذ 70 قرش وارضى. فبتيجي بتحكي 70 هي المقسوم، السبعة هي المقسوم عليه، إذا أنا رح أطلع القروش مش أيام، بطلع القروش. طب 70 تقسيم 7 كم؟ شو العدد لما يظلوا نفس بعض طلعوا 7 و7، بس السبعة هنا فيها صفر، مين هو العدد اللي بده يكون؟ العشرة، لا تنسوا دائما قلت لكم العشرة لما تضربها بأي عدد بعطي نفس العدد بس جنبها صفر، إذا فادي بقول 10 أيام، 10 أيام صح يا مس؟ أنا طلعت أيام؟ لا 7 أيام بكل يوم 10 قروش، عادي صح؟ شو يعني 10 قروش باليوم أصرف؟ عادي أنا بس بتحمل ظروف ماما وبابا. طيب فعليه يكون مصروف محمد 10 قروش باليوم الواحد، عفوا خليني أوسع هاي، 10 قروش باليوم الواحد. طيب ليش بطل يكتب؟ ايوه هيك، هاي 10 قروش باليوم الواحد، للتحقق 10 ضرب 7 هي 70 قرش اللي هي وزعتن على 7 ايام، اذا بده يطلع معي الجواب 10 قروش. اكمل 14 تقسيم 7، يلا جدول السبعه، 2 42 تقسيم 7 6، مين مثلي حافظ؟ 28 تقسيم 7 4، 63 تقسيم 7 يمكن ألخبط يمكن، ها نجرب 9 تتحدوني، 21 تقسيم 7 3، مين مثلي؟ 35 تقسيم 7 مين عرف بسرعة بسرعة؟ 5، أحسنتم. إذا خلصنا جدول السبعة، وعليه عندنا تمارين ومسائل وأسئلة الوحدة، هاي راح أتفق أنا وماما إن شاء الله على الواتساب إنه نحلهم مع بعض على الواتساب كواجب أو كحل. فأنا رح أخذ منهم كم من سؤال نحله والباقي بنخليه واجب، ماشي؟ هون الجدول الجداول بالسؤال الأول ما رح أحله، رح أخليه واجب إلكم، ماشي؟ هون أجد ناتج القسمة، طلعوا يا مس القسمة العادية 45 تقسيم 9، إذا ما هو اللي بضربه ب9 اللي 5 بعطيني 45، 5 27 تقسيم 3 اللي 9، هون 45 تقسيم 9 تختلف عن هاي؟ لا، هاي قسمة طويلة، هاي قسمة أفقية اللي هي بحطها 5 نفس النتيجة. طيب 24 تقسيم 3 عندنا 8، 36 تقسيم 6 6، 56 تقسيم 7 8، وعليه يلا وزع معلم، لا هذول اللي فيهم أسئلة اللي فيهم معطيات مطلوب رح أخليهم واجب، معنا مش واجب إحنا بنحلهم على الواتساب لحالنا، اما الواجب اللي هو سؤال 5 كمان هسه بحدده طبعا على الواتساب. عندنا وضع صاحب مكتبه 8 اقلام في حزمه وكان لديه 7 حزم، كمان هذا معطيات مطلوب خلوه بنحله مع بعض نتناقش فيه على الواتساب. نشوف اسئله المراجعه، نحل اشياء هون والباقي نخليه لماما
واجب مع ضامن حلو واجب، والباقي انا معكم لستكم كمان ببعث لكم اياه على الواتساب. طب هون بيقول لنا، هون بيقول لنا انه نضع اشاره ضرب ماشي او قسمه. طب اثنين ضرب ستة ولا تقسيم؟ لا اثنان ضرب ستة اذا بحط ضرب. طيب خمسة ضرب سبعة ولا تقسيم؟ لا ضرب اذا بحط خمسة ضرب سبعة. خليني اطولها شوي هاي. ايوه 90 ضرب تسعة ولا قسمة؟ لا قسمة اذا بحط تسعة 90 تقسيم تسعة. طب 36 تقسيم أربعة. لاحظوا يا مس انه لما يكون ارقام صغيرة انا شو بعمل فيهن؟ بقسم بضربهن. لما يكون ارقام كبيرة بقسمه قسمة. طيب خمسة ضرب تسعة ولا تقسيم تسعة؟ لا خمسة ضرب تسعة. 48 كبير اذا بقسم قسمة. ماشي يا مس. ونشوف كمان اذا في اسئلة ثانية. هذا السؤال الثاني اللي واجب الكو. بعدين عندنا هون كمان أسئلة واجب. خلص إشي واجب وإشي على الواتساب إن شاء الله. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.